وإلا اكتفاء في قيامنا وبين الشعراء الإخوان إما فهد إبرة ومع السحسان البارع في البوح وفي باش مجهد الشعراء كتاشي مستاجيا هنا مع الإخوان السستاجيا باش نشوفوا سلامي أرشو ويسوع يسوع في هذا الحيط ديال بلادنا اللي بينا يكون حيط. على ذكر استاذنا الاستاذ احمد يوسف طالبنا وطالبنا ونعود من بابها ضروري من المفروض باش تطلق اسم شارع حلمه الذي شارع احمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. خشاني دوداني عن المعتقد حضور يعني مع هذا الجمهور المتميز ومع هذا الافتتاح ديال هذا المهرجان الدور السادس في المهرجان الدولي اللي داروا هاد التوليدات احفاد العنوان. حنا هنا باش التواجد ديالنا كتشجع الثقافه كتشجع الوليدات الحي كتشجع الشباب اللي عندهم هاد النظره ومهتم بهاد الثقافه الشعبيه او الظاهره ككل سواء كل مجموعه من وما يخص كمسرحيين او غنائيين او كذا. هذا جزء احنا منه وهذا كنتمنى التوفيق للجميع وكنتمنى ان الفقره اللي دزت فيها مع الجمهور تكون عجباتهم وراقتهم وحسنهم منها وشكرا لهم. أخبار الفجر شكرا إطلالة على جمهور اللي كان شكرا مغرب وخارج المغرب وشكرا. اسمي ياسر كنتبقى رئيس فرقة نجي جلالة. اليوم الحضور ديالي تكريم السي أحمد الروداني تخوش. الصراحة ما نكذبش على كاني فرحانين هذا التكريم هذا. الله يرحمنا عمر بطخوش ومجموعة تقدم معروفة من الزمان وكنتمنى يرجعوا إن شاء الله للأعمال الجديدة. والحمد لله كنشكر بأن هذيك الأيام هي رجعت للنجرة وكنتمنى التوفيق للجميع وكنقول حتى هي التكريمات خاص ضروري تيكونوا في الفنانة في الحياة ديالهم قبل المهمات ديالهم. شكرا. هذا إيجابية جدا باش يكون افتتاح ديال المهرجان بين الدول. القضية يعني تحسب إيجابية للمنظمة باش تكون الندوة قبل افتتاح ديال المهرجان. والندوة في الحي المحمدي كان الموضوع ديالها ذاكرة في الحي المحمدي علما بأن الحي المحمدي ذاكرة في بزاف ديال البلاد. وهذه الجلسة بحد ذاتها تكون مهمة لأنها كتطرح أمامنا تساؤلات وأسئلة تتعلق خاصة توثيق الذاكره ديال الحي المحمدي. الذاكره هي فضاءات هي شنو الرساله اللي كتبغي تقدمي للمغاربه؟ الرساله ديالك للمغاربه